إذا ريبوك بلاير أوف ذا جيم هو اللاعب رودريك عائل. رودريك مرة جديدة جمهور عم يختارك اللاعب الأفضل، كنت قائد بكل معنى الكلمة اليوم، أديت مستوى كتير كبير وكنت قريب تعمل تريبل دبل كمان، فرقت معك على تمريرة حاسمة واحدة. تسعة مثل ما قلت لك قبل الجيم، نوت اسيست قد ما إناف تنربح، تسعة كانوا إناف، دعانا تريبل دبل، ثانكيو لكل الجمهور وفريقنا. هيدا الشيء اللي كان لازم نقدمه اليوم على أرضنا، رد الاعتبار. بس كانت صعبة، كانت صعبة أكيد، بيبلس فريق كتير كتير كبير ومحضر بطريقة كتير منيحة للجيم، يعني كل الجيمات عم بيكونوا كلوس. بعتقد نحن دايما بس نلعب مع بعض وعلى الديفنس لعب مزبوط نقدر نركض، بيكون عندنا ادفانتج على الفرق البقية. بدي اشكرك اكيد رودريك، بقول لك مبروك مره جديده، ما عندي وقت مشاهدينا.